أول سؤال، أنا ما قلتش 300 مليون هو أعلى أجر خديته في حفلة، لا غلط. إشهار. أنا إنسانة متواضعة جدا، كنخدم مع الفقير، كنخدم مع المتوسط، كنخدم مع الغني، كنخدم مع كل الفئات، يعني كاع لي كاليتي كنخدم معاه، ما عنديش إشكال. مادام أنا فنانة فأنا مع الكل كنخدم، يعني يقدر يجي شي إنسان ما عندوش ولا كذا، داكشي كيبقى ديالي أنا كنخدم معاه، ولا كيما قلتي الفلوس فين كيمشيو كنصدق ولا كنزكي، ولا ما كنمشيش أنا كنعرض، مثلا ملي كنصدق ولا كنوريك فين أنا فلوسي كيمشيو ما غنوريهمش لك، لأن أنت ماشي رقيب عليا، الله اللي رقيب عليا، وأنا ما بغاش نكسبك أنت، بغا نكسب حق الله. إذا هنا ملي كندير شي حاجة كنديرها لنفسي، كندير ملقاية مع الله. وثاني حاجة بالنسبة للظالمة، أنا مادام مغربية وكنآمن بالقانون أنه كيحميني، فضروري الضريبة كتحميني، لأن ملي كناخذ شي أجر كنخلص عليه اكيد. ما يمكنش ليا انا غادي نمشي مثلا غادي نخدم بواحد مثلا بواحد الصالير، ما تنساش ان عندنا بزاف ديال الاشياء اليوم، مثلا الموسيقيين، وخاصك تشوف اشنو من مورا داك الاجر اللي كتاخذ. راه انسان غالط بزاف، راه كاين بزاف ديال لي شارج، راه ما كتجي توصل لك هذيك النعمه حتى كتشحف. ويا ترى المرات راه كنخرجوا زيرو درهم، ولكن انا محبه جدا للفن. علاش؟ كتلقاني كنشري الاغنيه، كنشري اللحن، كنشري الكلمات، كنصور فيديو كليب من جيبي من مالي الخاص، كنحاول دائما يكون جديد ديالي قدامك. علاش ما هضرتيش على داكشي اللي كنديرو انا؟ علاش دائما كتشوفوا غير اللي خصنا نعطيو؟ اشنو خصنا نمدو؟ اشنو خصنا نخلصو؟ اشنو بعدا حنا صحتنا اشنو كنخلصو منا؟ اشنو كندفعو من صحتنا؟ ما كنعسو ليه؟ يعني كتلقانا ديما ضاحكين، لا بالعكس، حنا المعاناه ديال الفنان الله اللي تيعلم بها بوحدو. وانا بالنسبه ليا على قلبي بحال العسل، لان يكفي انني مثلا نقدم لك شي برودوي او نقدم لك شي اغنيه وتعجبك وتقول لي زوينه زينه، كنسى كاع التعب ديالي وكنسى كلشي.